قالت وزارة الصحة أنها تعمل حالياً على إيجاد آلية لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليومية، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا الدكتور سعد الخرابشي، رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي. أهلاً بك معنا دكتور سعد في أخبار المملكة. بداية، هل اتضحت حتى الآن كيف من الممكن أن يتم احتساب أعداد حالات الشفاء اليومية؟ ست الكريمة، للأسف أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية كما تعرفين تعزل بالمنازل منذ ما يزيد على الشهر. يعني تقدر الحالات الآن اللي هي تحت العلاج أو تحت العلاج لسه غير شافية في المنازل بحوالي 27 إلى 28 ألف حالة، وتقدر حالات الشفاء طبعا ما في إحصائية دقيقة لأنه لا يتم متابعة هذه الحالات المعزولة بالمنازل، وبالتالي لا يوجد رقم حقيقي عن قديش الحالات اللي شفيت وقديش الحالات اللي ما زالت نشطة أو تحت العلاج، إلا أنه يعني قمنا باللجنة بعمل تقدير، حسبنا تقديريا قديش عدد الحالات المتعافية لحد الآن، طلعت بحدود 24735 إصابة هذه شفيت وسواء أخرجت من المستشفيات أو انتهت مدة عزلها في المنازل، وبقي الآن عندنا بحدود يمكن 27000 وشوية هذه حالات نشطة لم تمضي عليها الفترة الكافية اللي حوالي أسبوعين بالمعدل، وبالتالي بعدها حالات قيد العزل وقيد المعالجة سواء بالمستشفيات أو بالمنازل. طب ماذا عن عن الحالات المتواجدة في العزل المنزلي؟ كيف سيتم احتساب هذه الحالات؟ يعني الكثير ممن تظهر عليه الأعراض يقوم بعزل نفسه منزليا سواء قام بفحص الكورونا أم لم يفحص. للأسف ما هو متبع حاليا منذ أن تفاقم الوباء أنه أصبحنا نركن كثيرا على المواطن، بحيث المصاب منهم اللي بثبت إيجابيته إذا حالته لا تستدعي الدخول للمستشفى بنقول له روح اعزل حالك بالبيت، المخالطين له أيضا بنقول لهم احجروا حالكم بالبيت لمدة أسبوعين. لا يوجد إشراف ومتابعة لحتى هسه لهؤلاء الحالات حتى نعرف خصائصهم الوبائية، شو أعمارهم، شو جنسهم، شو خصائصهم الوبائية الأخرى، مين منهم تطورت حالته، مين لا قدر الله توفى وإحنا منعرفش عنه. لحد هسه إحصائية دقيقة ما فيه، لكن قدرناها تقديراً بأنه الآن يوجد حوالي 27000 حالة نشطة. الآن يعني العمل جاري بيننا كلجنة وبين الوزارة أن نقدم لهم مقترحا كيف يمكن متابعة هذه الحالات، ويأتي ذلك من خلال تقوية نظام الرصد الوبائي في الوزارة، تفعيل مديريات الصحة والمراكز الصحية بكوادرها العديدة الموجودة بالمحافظات، وإسناد هذه المهمة لهم أنه كل مدير صحة المفروض من خلال كوادره يشرف على الحالات المعزولة في المنازل في محافظته ويقدم تقارير دورية على الأقل أسبوعية للوزارة. معلش سيد دكتور، معلش دكتور سعد، يعني هذا الإجراء الذي تتحدث عنه كيف سيتم تطبيقه، والكثير ممن يعانون من بعض الأعراض ما زالوا حتى هذه اللحظة يتم الاتصال من قبل المواطنين على كوادر لجنة الأوبئة أو فرق التقصي الوبائي عفوا ولا تأتيهم، يتم تحديد مواعيد بعد يومين وثلاثة وأكثر من ذلك. ولذلك سيدتي، ولذلك إحنا مقترحنا أن يتم العمل من خلال لا مركزية معالجة الأزمة، بمعنى أن كل مدير صحة يكون معنيا هو وطواقمه بالحالات اللي موجودة بمحافظته،
يكون في خارطة وبائية واضحة لتشجيع الآلات وعناوينهم وين هم، وبالتالي يتم الإشراف اليومي عليهم، وتقوم خلية الأزمة بالمحافظة بإبلاغ الوزارة بشكل دوري إنه أنا عندي 1000 حالة مثلا موجودات بالكرك، هذول 1000 حالة وضعهم في منهم مثلا 500 واحد ما عليه أعراض، في 500 واحد بأعراض، نوعية الأعراض، تقدم الحالة السريرية، هل تطورت حالات بعض منهم واحتاج للمستشفيات وما لقيش مستشفى، شو فئاتهم العمرية حتى نتعرف. يعني احنا قاعدين بنخمن احيانا تخمينا على احصاءات عالمية حتى نقول قديش نسبة الإصابة بين الأطفال وبين الشباب وبين كبار السن. للأسف ما عندنا إحصائيات دقيقة إلا عن الحالات اللي داخل المستشفيات، لأنه هاي تحت إيدنا عارفينها. الحالات اللي بالبيوت تحتاج إلى مزيد من الجهد، تفعيل الرصد الوبائي، تفعيل مديريات الصحة ومراكز الرعاية الأولية، نعطيهم الدور وهم قادرين على هذا الدور إنهم يتابعوا هذه الحالات ويزودوا الوزارة أولاً بأولاً عن تطورات هذه الحالات. طيب، يتم تحديد الإصابة واعتماده بأنه مصاب، هذا الشخص مصاب بكورونا بناء على فحص، ولكن في معظم الأحيان لا يتم اعتماد فحص ثابت، يعني فحص بأنه خالي من كورونا لحتى نقول بأنه هذا الشخص مصاب، خصوصا من يعزلون نفسهم منزليا، وهذا الكلام يعني من واقع الحال، من يعزلون نفسهم منزليا يشافون من الأعراض ويبدأون بممارسة حياتهم، وخصوصا من لا يلتزم بعمل رسمي بمؤسسة حكومية، وبالتالي نسبة تقييم أو نسبة معرفة من هم أصبحوا شافيين من فيروس كورونا لا يتم معرفتها. أختي الكريمة، هلأ لا يعزل شخص في المنزل إلا بعد ما تطلع نتيجته إيجابية ويبلغوه أنك أنت مصاب ونتيجتك طلعت إيجابية. هذا الشخص اسمه مريض معزول، يجب أن نميز بين هذا الشخص. لكن قاعدة البيانات غير واضحة، لأنه الكثير من الحالات تشفى من الفيروس ولكن لا يتم اعتماد نتيجة ثابتة وضمها إلى قاعدة البيانات حتى نقول بأنه تم الشفاء. مهاد الشكوى، يعني المشكلة في حالة الشفاء ليست في حالة الإصابة. الشكوى اللي بحكي لك عنها إنه لا تتبع لهذه الحالات، ولذلك إحنا حقيقياً ما بنعرفش كثير المعلومات شحيحة عن هؤلاء الموجودين بالمنازل، ولذلك قدرنا تقديرا لحالات الشفاء، قلنا كل الناس اللي قبل 11/10 هذول المفروض انه مضى عليهم 14 يوم فأكثر، معناته المفروض انهم شفيوا ما دام احنا ما تبلغناش عن وفيات بيناتهم. هذا بظل اسمه استيميشن او تقدير، لكن اذا بدنا الرقم الحقيقي يأتي من الميدان من خلال الفرق الطبية اللي بتشرف على هؤلاء الناس. دكتور سعد الخربشي، رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، شكرا جزيلا لك.